صدق الله العظيم. وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم. ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم، واجعله لنا حجة يوم الدين. اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات، وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات، وكفر بتلاوته عنا السيئات، إنك مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زير النسان أو وقوف بغير وقف أو إضغام بغير مضغم أو إبهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلحان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائنا
قيدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة وموقظنا في الفتنة وأعصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء. يا رحمن يا رحيم. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا يا رب العالمين. واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا. اللهم اجعل تقواك زادنا وفقة بك ظهرنا واعتقادنا وأمن من الخوف والجوع بلادنا وسائر بلاد المسلمين. واجعل دولتنا هذه القدر دولة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا إلى روح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإلى أرواح أصحاب الخيرات من المؤمنين وإلى روح أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.